كابتن عادل، دول شمال افريقيا لما بتلعب بعضها وبتلاعبنا مختلفه تماما لما يجوا يلعبوا حتى انديه في افريقيا. بالظبط كده. بص يا كابتن، يمكن انا هقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. الغرب افريقيا وغير الشمال خالص، غير شمال افريقيا، لانه الغرب والافارقه دائما دي فاترينا لاوروبا. خلي بالك، يعني البطوله الافريقيه دي فاترينا لاوروبا، بيسفرهم. اما شمال افريقيا ممكن تكون انت لعبت قدام لعيبه الترجي مثلا 5 6 بطولات 7 بطولات، لكن ما تقدرش تلعب قدام اسك ابيجان. هتلعبهم السنه دي، السنه الجايه تلاقي 15 لاعب خارج الفرقه خالص، بيسافروا بره. فالاهداف مختلفه، عشان كده شمال افريقيا بتبقى اقوى، لان بيبقى عندهم استمراريه، اللي هم جزائر وتونس ومصر، ولما بيجي يلعبوا المغرب، لما بيجي يلعبوا بعض عندهم استمراريه. انت تكون لعيبه اللعيب ممكن 5 6 7 8 بطولات، لكن الناحيه الثانيه اللعيبه بتحترف على طول بره. حتى كمان لو رجعت بطوله افريقيا من التسعينات، تلاقي انه كان في نجوم كبار قوي وبعدين يروحوا اوروبا. لكن في الوقت الحالي انت بتشوف كل اللعيب صغير بيطلع اوروبا صغير، فما اللعيبه اللي بتلعب في غرب افريقيا دول بيبقوا لعيبه مش سوبر قوي، ولكن حتى منهم اللعيب الصغير اللي بيبدا عشان يسافر بره. ايوه. الحاجه القريبين كمان، احنا من تكتيك بعض كتير قوي. يمكن انت الخطوه الاولى عندك التنظيم، كان شمال افريقيا كله، مغرب، جزائر، تونس، مصر، 4 منتخبات 4 بلاد فيهم الانديه بتاعتهم كلهم السمه والصفه واحده في الكوره. ولكن بتختلف شويه من المغاربه، ان هم عندهم الحته الهجوميه اكتر. اكتر من ما يعني مثلا اكتر من الجزائر. الجزائر الحته الدفاعيه بتاعتهم اقوى واكتر. مثلا تونس برضو من مناصفه، تونس ومصر زي بعض، بنهاجم كويس وبندافع كويس. الجزائر تدافع كويس وهجومها اقل، انا بتكلم على تاريخها. طول الوقت المغرب يهاجم كويس ودفاعه بيبقى اقل، ودي علشان العرض بتاع لعيبه اوروبا. اللعيبه المغاربه دايما تلاقيهم في الحته الهجوميه، بيحبوا الحته الهجوميه، حتى في بطولات افريقيا تلاقيهم جايبين ارقام كتير، علشان برضو دي فاترينا ليهم ان هم يسافروا بره. واللغه بتفرق قوي يا كابتن ايمن. يمكن اللغه بتوع شمال افريقيا مثلا، الثقافه بتاعت اوروبا تلاقيها عندهم في فرنسا بالذات، المغرب فرنساوي، وتونس كمان. يعني تبص تلاقي، يعني مثلا على سبيل المثال عايز اقول لك انه تحضيرات المغاربه والتوانسه بتبقى افضل من تحضيرات الدول الاخرى، يعني التحضيرات في المباريات، لانهم فكرهم فكر اوروبي شويه. ولكن انا اقدر اقول لك انه ان الوداد، يعني احنا مش هندخل طبعا في التكتيك دلوقتي، احنا محضرين حاجات كتير، ولكن انا شايف انه المدرب الجديد الارجنتيني عامل حاجه مهمه قوي يا كابتن ايمن. اولا ارقامه فعلا يا كابتن أولاً عادل. اولا يا كابتن، سيبك من الارقام الاول، هو جاي منين؟ دي مهم. ده كان ماسك القطاع الايام اللي فاتت، كان ماسك حسن كان ماسك سنين. من ثلاث، انا مش دعوه بتكلم على الاهم كده. الاهم ان هو كان متواجد في النادي. هو كان مدرب، مدير فني او المدير الرياضي والقطاعات في نادي الوداد السنه دي. شغال. هو ليه رئيس النادي جابه؟ جابه علشان يدخل على طول في المنظومه، لان هو شاف اللعيبه وعايش جوه، ما ياخدش وقت قصدك يعني، وهو اللي بيبيع وبيشتري. وهو اللي بيصرف اللعيبه وبيجي وبيجيب. خلي بالك. علشان كده هو اللي جايبه. جابه يمسك مدير فني. انت عارف انه اشتغل الدوري كله من المدرج، انت عارف كده، ما نزلش اول مره. المدرب ممكن يقعد على الدكه المباراه بتاعت بكره، لكن هو بيدير المباريات كلها. بيديرها من المدرج. صحيح. علشان اللوائح في المغرب. صحيح. بالنسبه للتدريب. أي. فهو من المدربين اللي حافظ شويه على الحته الدفاعيه عندهم. أي. عكس جرين لما كان موجود. أي. هو بدا دلوقتي هو اللي يحافظ على الحته الدفاعيه، بدا يفكر في الحته الدفاعيه. عنده اضطرار مثلا ان هو عنده صلاح الدين السعيدي لما جابه من الارتكاز لسرد باك تاني، لانه كان عنده شيخ كمار وكان مصاب. بس انا افتكر انه على فكره انه ممكن
فرصته كبيره قوي في اللعبه بكره. هيبدا المباراه بكره جنب نجم الدين. يعني في معلومه بكده، يمكن عندي معلومه ان هو رجع خلاص يعني. حتى هيلعبوا ليه؟ علشان كان صلاح الدين السعيدي لما جاله الكورونا وفي شك في الكورونا زودت لعبه، حتى لو مصاب وما اكتملش اصابته هيلعب وهيجازف بيه. لانه ما عندوش خالص، ما عندوش. ويمكن ان شاء الله وجهه نظري ان السردباكين بتوعهم من اكتر مكاسبنا بكره ان شاء الله. ان شاء الله فلما نيجي بقى للتكتيك باذن الله.